بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر لتنس الأرض تحييكم. برضه طلب مننا فيديو زي ما عملت الاتحاد الدولي للتنس، كانوا طالبين الاتحاد المصري للتنس. الاتحاد المصري للتنس تأسس الاتحاد المصري للتنس كهيئة رياضية سنة 1920. تم اعتماد شهادة تسجيل الاتحاد تحت اسم الاتحاد المصري للتنس هو. ده كان في بداية الاتحاد، أول ما أنشأ في القاهرة سنة 1920 كان يطلق عليه اتحاد للهواة، وهو الاتحاد المصري في نفس الاسم كان موجود برضه الاتحاد المصري للتنس بس للهواة. سنة 45 بعد ذلك تم إشهاره تحت اسم الاتحاد الإقليمي المصري للتنس. يعني بعد ما كان اسمه الاتحاد المصري للتنس أطلق عليه الاتحاد الإقليمي للتنس المصري للتنس، ومقره الرسمي برضه بالقاهرة في 13 شارع قصر النيل. ليعاد إشهاره مرة أخرى تحت اسم اتحاد الجمهورية العربية المتحدة للتنس. ده تقريبا كان في الستينات، أعادوا اسمه تاني لاسم اتحاد الجمهورية العربية المتحدة للتنس. وأخيرا تم الإشهار الأخير للاتحاد من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة تحت اسم الاتحاد المصري للتنس سنة 1976. يعني ابتداء من 76 بدأ الاسم اللي هو الموجود عليه حاليا الاتحاد المصري للتنس، وكان المقر 13 شارع قصر النيل في وسط البلد، كان المقر بتاعه قبل ما يروح الاستاد ويبقى مع باقي الاتحادات كلها، مبنى الاتحادات. الاتحاد المصري للتنس كان ليه دور كبير جدا في انه كان بينمي اللعبه وبيقوم بادوار كتيره في الفتره اللي فاتت، ولكن دلوقتي زود العمليه اكتر لما ظهرت النت وظهرت الشبكات التواصل. بدا الاتحاد المصري للتنس هو بدا بقى حلقه الوصل حاليا بين اللاعبين والاتحاد لتقديم المعلومات لاسره التنس المصري، بمعنى ان كل هم الهواه واللعيبه اللي عاوز يلعب دورات، اللي عاوز يتقدم للاتحاد، اللي عاوز مشوره، اللي عاوز اي حاجه عن طريق الاتحاد، الاتحاد المصري بيقوم بيها. انشئ موقع لخدمه اللعبه واعطائهم كل جديد في مجال اللعبه عن طريق النت وعن طريق التواصل الاجتماعي. برضه ليهم صفحه موجوده في الاتحاد المصري للتنس بيقوم باي حد يتدخل ان هو عايز يقدم لبطوله، عاوز ياخد استماره، عاوز كل هذه الخدمات موجوده بالنسبه للاتحاد حاليا. عمل بيقوم بالبطولات، يعني هو بيشرف على يعني بيشرف على جميع البطولات في النوادي، بطوله نادي دجله، بطوله نادي المعادي، بطوله نادي الصيد، بطوله نادي التوفيقيه، اي نادي من هذه النوادي بيقوم ليه كل سنه بطوله. بيقوم الاتحاد المصري للتنس بارسال حكام وارسال بعض النصائح للعبه، ويجي يشرف على الملاعب وتكمل الملاعب الموجوده والملاعب متظبطه، يعني له دور كبير جدا في الدورات بحيث ان هو بيقوم بالاشراف على هذه البطولات في جميع النوادي. زائد هذه العمليه برضه الاشراف على جميع المستويات على جميع الاعمار، من يعني لدرجه ان هو بيعمل بطولات للاطفال اللي هي ميني تنس، وبيعمل بطولات من سن من تحت 12 الى تحت 18 سنه، وبطولات الرواد برضه بيشرف عليها الاتحاد المصري للتنس. بيقوم بنشاط جيد جدا في هذه الفتره، وحاليا الرئيس بتاعه الاسطوره بتاعتنا اللعيب الكبير اسماعيل الشافعي هو اللي شرف من فتره ان هو يكون رئيس الاتحاد المصري للتنس، وهو يعني ماسك اكثر من منصب بره في الاتحاد الدولي للتنس الله يقويه. وبصراحه الاتحاد ليه دور كبير جدا في اللعبه، واحنا عاوزين مزيد اكتر يكون الاتحاد ليه دور اكتر بحيث اللعبه تنتشر، وخاصه في المدارس والمدارس الحكوميه يكون فيها تنس ارضي، لان التنس الارضي يعاني في بعض المدارس الحكوميه اكتر. ونفسنا نرجع اسماعيل الشافعي تاني والابطال بتوع زمان محمد علي والابطال الكبار نرجعهم تاني للتنس. شكرا والى اللقاء في فيديو اخر. شكرا.